طيب يبقى احنا اتفقنا اخر حاجه وقفنا عندها، يعني ارجو ان يكون الصوت واصل مظبوط لحضراتكم، ان احنا كنا واصل. بنتكلم عن اليوتيليتي اوف اس. لو انا مثلا واقف في ستيت معينه، ولو انتقلت لستيت تانيه هيبقى واحد او زيرو، واسف يعني نقله توديني ان اليوتيليتي بتاعتي تبقى واحد، نقله تانيه ابقى صفر، نقله تالته تبقى سالب واحد. لو انا او هختار مين؟ هختار السالب واحد. لو انا اكس كنت هختار مين؟ الواحد. ليه؟ لان انا كاكس عايزه ماكس، عايزه ماكس اليوتيليتي، انما انا كاو عايزه مينيمايز اليوتيليتي. فهمتوا بقى حته الميني ماكس الجوريزم؟ ان انت عندك طرفين، طرف عايز يخلي اليوتيليتي اكبر ما يمكن، وطرف عايز يخلي اليوتيليتي اقل ما يمكن. خلاص؟ وطبعا معنى اكتر ما اكبر ما يمكن واقل ما يمكن ايه؟ ان لو ما كانتش واحد تبقى صفر، وده طرف اسمه اكس، الطرف الثاني اللي اسمه او، ان ما كانتش سالب واحد تبقى صفر برضه. فده الهدف بتاعه ان هو يقلل قدر الامكان، وده الهدف بتاعه ان هو يزود قدر الامكان. خلاص يا شباب؟ طيب اللي قدامنا دي عباره عن ايه؟ دي ايه يا شباب؟ ديشن ستيت انيشال ستيت، زي ما هو كاتب كده بالظبط، انيشال ستيت مفيش اي حاجه موجوده، فانا انيشالي ما فيش اي حاجه، لسه بادئ اللعب. طيب جميل. عندك مثلا لو البلاير اللي موجود اللي هيلعب هو بلاير اكس، تمام؟ فبلاير اكس هيلعب مثلا، هيلعب في البوزيشن ده، تمام؟ تمام كده يا شباب؟ فلو انا البلاير اللي عليه الدور يلعب اكس مثلا، تمام؟ فهو يلعب وليكن هنا. طيب لو انا الاستيت دي يا شباب، ركزوا معايا الله يكرمكم في الحته دي مهمه، سامعني ولا ايه؟ ايوه يا دكتور. طيب لو انا في الاستيت دي اديتك الاستيت دي جيفن، كويس؟ طيب يبقى مين البلاير اللي عليه الدور؟ طالما في لعبه واحده اتلعبت واللي كان لعبها الاكس، اكيد يبقى عليه الدور مين؟ ها، يبقى اللي عليه الدور الأول مين؟ اوه ما فيهاش كلام، فهمتوا؟ يبقى لما كنا بنشرح من شويه نقول الفانكشن اسمها بلاير بتاخد مني ستيت، وبناء على الستيت هتطلع لي مين اللي عليه الدور ان هو يلعب، تمام ولا مش تمام؟ تمام. طيب لما انا اديك مثلا ستيت زي دي فيها اكس ملعوبه، مفيش الا لعبه واحده بس اكس، يبقى اكيد اللي عليه الدور مين؟ اكيد اللي عليه الدور او. ارجو ان يكون الكلام ده واضح بالنسبه لحضرتك. طيب هنا بيقول لك، بيشرح لك برضو الاكشن، تمام؟ انت دلوقتي لو انت الستيت اللي انت فيها او الحاله اللي انت فيها دلوقتي الشكل ده، خلاص؟ طيب وانت مثلا البلاير اللي عليه الدور هو او، ايه الحاجات المتاحه؟ ايه الاماكن المتاحه اللي انت ممكن تلعبها؟ الاكشنز اللي انت ممكن تاخدها؟ ركز هنا، انت بتدي له ستيت اس، فهو بيديك ايه؟ ايه الحاجات اللي هيبقى تيرن عندك؟ هيديك الاكشنز الليجل، الحركات الموفز اللي انت ممكن كبلاير او تعملها. فاكرين لما كنا بنقول ان الاكشنز اوف اس انت بتدي له جيفن ايه؟ بتدي له اس ستيت معينه انت فيه، صح؟ فيقوم هو يرجع لك كل الاكشن او الاكشنز او الموفز الافيلابل او المتاحه او الليجل بالنسبه لك. لما انا اديك جيفن ستيت بالشكل ده يا شباب، فانت عندك اكيد اهوت زي ما انتم شايفين المربع ده، صح ولا ايه؟ والمربع ده كمان. هل في اكشنز اخرى؟ هل في اكشنز اخرى ممكن تاخدها؟ قال لك لا، فهو عامل لك ريتيرن لمين؟ للاكشن الاول اللي هو ده، والاكشن الثاني اللي هو ده اللي هو يلعب هنا، صح ولا مش صح؟ بص بقى هنا الفانكشن ريزلت. الفانكشن ريزلت بتعمل ايه بقى؟ انا في الريزلت ببصلك ايه؟ ببصلك حاجتين، ببصلك
state هيت state معينة زائد بالإضافة لي ها action معين اللي هو إيه؟ إن أنا أحط قيمة الـ O في المكان ده فيقوم يطلع لك إيه بقى الريزلت؟ يطلع لك النيو ستيت اللي أنت هتتنقل ليها اللي هي الستيت القديمة اللي كانت بالشكل ده بالإضافة للأكشن الجديد اللي أنت أخذته. تمام كده يا شباب؟ يبقى عرفنا الريزلت بيعمل ايه؟ بديله ستيت واكشن يدي لي نيو ستيت. تمام؟ طيب بالنسبه للترمينالز ها الترمينالز يا شباب دي بدلها ايه؟ ركزوا معايا بدلها ستيت صح؟ يوم هو بيطلع لي بوليان فاليو يا ترو يا فولس. يعني هل دي يا شباب تعتبر تيرمينال ستيت؟ الاجابه فولس. هل دي تعتبر تيرمينال ستيت؟ الاجابه ترو. ليه ترو؟ ليه يا جماعه ديت تيرمينال ستيت؟ عشان الاكس وين؟ وصلت الفكره يا شباب؟ يبقى التيرمينالز فانكشن بتريترن ايه؟ بتريترن بوليان يا اما ترو يا اما ايه؟ يا اما فولس. لو كانت الستيت دي فاينل ستيت يبقى تطلع لي ترو، لو كانت لا مش فاينل ستيت فيرجع لي فولس. طيب بصوا هنا يا شباب بقى بالنسبه لليوتيليتي اوف اس انا عندي برضو اللي هيدي ان هيدهولي سامعني ولا ايه؟ هيديني ستيت معينه صح ولا ايه؟ شباب بينك يا دكتور. طيب هو بيديني جيفن ستيت. طيب اليوتيليتي بتاعت الستيت دي يا شباب مين وين هنا؟ اكس يبقى يبقى اكيد اليوتيليتي بتاعت الست ديت عباره عن واحد لان اكس هو اللي المفروض وين. طيب الستيت دي جيفن اهيت تمام مين فيها وات ادي لو انتوا اخذنا بالنا لو اخذنا بالنا هنلاقي ان الستيت عباره عن ايه؟ او هو اللي وين. يبقى المفروض اليوتيليتي بتاعتي كام؟ سالب واحد عشان او هو اللي وين صح ولا ايه؟ اكيد طبعا لو ادانا ستيت طب سؤال بقى انا عايز اسال سؤال امتى استدعي الستيت او امتى استدعي لو كانت الترمينال يبقى لو احنا استخدمنا شويه جماعه الفهم اللي احنا فهمناه من اللي احنا قلناه يبقى انا عمري ما اروح ما فيش داعي خالص ان انا اروح استدعي اليوتيليتي الا في حاله واحده بس ان انا الستيت اللي انا فيها مالها يا جماعه حد يقول تيرمينال ستيت اللي هي دي واحده منهم ودي واحده منهم والاحتمال الثالث اللي هو ايه؟ ان انا عندي يكون كل الاماكن اتلعبت خلاص بس ولا واحد في الاثنين وين؟ يا ترى اليوتيليتي بتاعه الستيت اللي بالشكل ده تبقى كام يا شباب؟ صفر ها؟ صفر تبقى زيرو صفر طيب واضحه الفكره كده يا شباب ولا ايه؟ طيب هنا طبعا بيقول لك الفاليو بواحد، ليه هنا الفاليو بواحد؟ عشان الاكس 1 ها؟ عشان الاكس 1 الله ينور تمام
طيب نركز قوي بقى في السلايد دي عشان مهم. ركزوا كده بقى معايا. بلاير اوف اس يعني ايه؟ بلاير اوف اس يعني فانكشن انا بسط لها ستيت معينه، قال لي والله من الستيت دي اللي هي مثلا الوضع اللي انا فيه ده، البلاير اللي عليه الدور مين؟ او. طبعا معايا يا باشا او. تمام. طيب نركز مع بعض كده لايكنكم. بصوا يا شباب، انا دلوقتي في الستيت دي، صح كده؟ طيب عندي كام احتمال ممكن امشي فيه؟ هعمله بالاحمر اهوت. عندي احتمال اكتب هنا او اكتب هنا، او يعني الحركه بتاعتي او اعمل اكشن هنا او هنا في الاثنين اللي باللون الاحمر دول، صح؟ أيوة. صح يا شباب. طيب لو انا رحت هنا فعلا واتحركت طيب ممكن تحسب لي كده الفاليو بتاعتي هنا كام؟ حد هيقول لي ايه بقى؟ انت عايز تحسب الفاليو يعني اليوتيليتي، صح؟ ارجوكم بقى الناس ايه تركز معايا، صح؟ طيب انت قلت من شويه ان اليوتيليتي ديت ما بتتحسبش الا الايه؟ حد يقول؟ ها؟ الترمينالستي. طيب وهقول لك انا بقى بما ان انا فهمت وانت عايز تشوفنا فاهمين ولا لا، هقول لك ان ديت ليست تيرمينال ستيت. هقول لك تمام كلامك صح، ولكن مين اللي بيلعب؟ ركزوا معايا بقى وانطقوا معايا كده، مين اللي بيلعب؟ او، صح؟ لو او لعب هنا المفروض مين اللي عليه الدور يا شباب بعد او ما يلعب اللي هي الخطوه اللي جايه؟ اكس، صح؟ طيب اكس قدامه انهي احتمال ان هو يلعب فين؟ هنا، يعني هيوديني لانهي ستيت اللي قدامنا دي؟ حد فاهم حاجه؟ ايوه شباب. فاهم يا دكتور. طيب لما اكس يلعب هنا وينتقل للحاله دي هيوديني الحاله تيرمينال ولا مش تيرمينال؟ تيرمينال طيب الفاليو بتاعتها هتبقى كام لو هي تيرمينال؟ لما واحد. تبقى التيرمينال يعني واحد. طيب بيقول لك بقى يا سيدي لما تروح للستيت، الستيت دي هتوديك لستيت تانية لما البلاير التاني يلعب بفاليو معينة، إذا الستيت اللي يؤدي لواحد هو كمان قيمته بواحد. يبقى الحركة اللي هتوديني بعد كده لستيت قيمتها واحد يبقى هي كمان قيمتها واحد، ما يقول لشيء يساوي قيمة الشيء اللي هو بيقول إليه. مش أنت قلت لي مش هتحسب يوتيليتي إلا في التيرمينال ستيت؟ أه قلت لك كده فعلا. خلاص أنا الستيت دي بما انها بعد كده هتخلي الاكس يلعب ويبقى الفاينل ستيت بتاعتي او التيرمينال ستيت دي كده الفاليو بتاعتها او اليوتيليتي بتاعتها واحد، اذا ما يؤدي الى واحد فهو كمان واحد، فراح جاي حاطط القيمه هنا كام؟ واحد. يبقى القيمه هنا كام يا شباب؟ واحد. ليه واحد؟ عشان هي تقول الستيت اليوتيليتي بتاعتها واحد. ارجوكم اللي مش فاهم ليه يقول. طيب يبقى ده الفرع اللي ممكن او يمشي فيه، اللي هو لو كان اصلا اتحرك فين؟ اتحرك في الحته دي. طيب هو كان عنده اوبشن تاني؟ اه كان عنده اوبشن تاني ان هو يتحرك في الحته دي. خلي بالك هو كده بيعمل ايه؟ هو بيحسب كل اوبشن من الاوبشنز الافيلابل بتاعته لو اتحرك فيها ايه اللي هيحصل. بس تمام؟ تمام يا شباب. طب يلا بينا بقى نشوف لو كان الاو لعب هنا. خلاص. طيب لو لعب هنا اهو زي ما انتم شايفين اهو، طبعا ديت ما اقدرش احسب الفاليو بتاعتها، فاشوف اكس هيعمل ايه. فاكس لعب ووصل هنا. طيب هل دي تيرمينال ستيت؟ حد ينطق معايا كده يرد معايا؟ ايوه تيرمينال ستيت. طيب حد يقدر يقول لي اليوتيليتي كام؟ صفر. صفر ليه؟ لان اي حد ايه كسب، صح؟ طيب بما ان دي صفر ودي الحاله دي هي اللي تؤدي الى دي، يبقى هي دي كمان قيمتها كام؟ جميل جدا. طيب لحظه بقى نرجع لورا كده، انا اصلا كنت فين؟
انا كنت في الحاله دي وجيت حسبت كده اليوتيليتي لقيت هنا بواحد، وحسبت اليوتيليتي هنا لقيتها بزيرو. تمام. لو انا بقى زي ما احنا قايلين هنا كده انا او بلاير، يا شباب اختار ايه؟ اليوتيليتي بتاعتها زيرو. تمام يا شباب، يبقى زي ما حضراتكم قلت كده، بما ان انا او بلاير لي اليوتيليتي بتاعته ايه؟ اقل، عشان انا اصلا انا المفروض بختار المين فاليو، الميني فاليو. خلاص يا شباب. طيب جميل. ارجو ان الكلام ده يكون واصل لحضراتكم. وايه الفرق ما بين دي ودي؟ تالي ما فيش فرق. تمام. طيب نيجي هنا للسلايد دي. سامعني ولا ايه؟ ايوه. طيب انا دلوقتي في الستيت دي، تمام يا شباب كده. يبقى الحالة دي given تقريبا هي نفس الحالة برضو ولا ايه؟ مش عارف، بتهيألي مختلفة صح ولا ايه؟ اه، فيها ثلاث اماكن اهمت، المكان ده والمكان ده والمكان ده. تمام. طيب يبقى دلوقتي يا شباب لو انا عندي الستيت دي عندي ثلاثة اوبشنز. خلي بالك بقى عشان ايه الموضوع كده هيكبر شوية. تمام. وانا بلاير اكس، ركزوا بقى معايا الله يكرمكم. انا كبلاير اكس عندي الثلاثة اجزاء او ثلاث لعبات دول المتاحين بالنسبة لي، فاكيد اكيد هيبقى عندي ثلاث مسارات. ادي مسار واحد، مسار اثنين، ده المسار الاول اهوت، ده المسار الثاني، ده المسار الثاني. ليه؟ عشان عندي ثلاث احتمالات. طيب هل هقدر احكم على الاحتمال كده من اول حركه؟ لا طبعا. هبدا اشوف لو انا اتحركت الحركه دي يا شباب. خلاص. طيب الحاله دي هل هي فاينل ستيت تيرمينال ستيت؟ لا. طيب الحاله دي لما العبها هيديني ايه؟ حد ملاحظ حاجه؟ ملاحظين دي؟ شفتها قبل كده دي؟ حد شاف دي قبل كده؟ الله ينور عليك، السلايد اللي فات. طيب المفروض لما اكس لعب الحركه دي خلاص عنده دلوقتي اللي عليه الدور حالا في الستيب دي هيكون مين؟ او. يلعب لعبه واحده يا دي يا دي، ولو لعب مثلا دي هيروح للستيب دي، ومين اللي يكون عليه الدور؟ اكس. صح ولا لا؟ فاكس يلعب اللعبه يوصل لدي، وطبعا ده مسار وده مسار. لقينا ان ده لو تفتكروا الفاليو بتاعته واحد، قلنا ازاي، وده الفاليو بتاعته بزيرو. طيب يبقى المفروض دلوقتي عندي في هنا فرع من الفرعين دول، فرع بواحد وفرع بزيرو. صح ولا مش صح؟ شباب يا شباب. ايوه دكتور. المفروض المسار ده اللي رايح له مين؟ او يعني مين اللي بيلعب في، مين اللي هيختار في الخطوه ديت؟ انا دلوقتي عندي، احنا اتفقنا لو مشينا في المسارات دي يا جماعه الفاينل فاليو بتاعتها تبقى كام؟ تبقى واحد ولا صفر؟ واحد او صفر. تبقى الفاليو كام؟ ف
انهي مسار اللي هي النقطة دي. لو أنا ثانية واحدة، لو أنا هنا مش الفاليو بتاعتي هتبقى صفر؟ أيوه. طيب جت صفر ازاي؟ لأن بعد أنا ما إكس لعب جه الدور على مين؟ على أو. فأو عنده أوبشنين، واحد يؤدي ليوتيليتي واحد، وواحد تاني يؤدي ليوتيليتي زيرو. هو اختار مين؟ الواحد. هو اختار مين يا شباب؟ الزيرو. اختار الزيرو. خلاص؟ طيب يبقى انا جميل كده؟ طيب ركزوا بقى معايا. ده كله، كل ده هيحصل امتى؟ لو كان اكس اختار ان هو يلعب في النقطة دي. طيب لو اكس ما اختارش دي وراح اختار دي، هيودينا للفرع ده. طيب الفرع ده، الفرع ده هيدي الاو، هيدي الاو حاجه من اتنين، تمام؟ يا يلعب هنا، يلعب هنا، يلعب هنا. خلاص. فلو اكس يا شباب، ها احنا دلوقتي زي ما قلت لكم كده، احنا دلوقتي شغالين في الفرع ده. طب الفرع ده لو اكس لعب في الحته دي بقى في مكانين اهمت، خلينا نعملهم بلون تاني اللي هو مثلا اللي بالاصفر ده اهو، ادي واحد وادي اثنين. طيب خلينا نروح، خلينا كل نروح لكل واحد فيهم، وليكن مثلا الاو لعب زي ما انتم شايفين كده في الحته دي. لو لعب في الحته دي يا شباب، الستيت دي هتبقى فاينل تيرمينال ولا مش تيرمينال؟ طيب تيرمينال، يبقى الفاليو بتاعتها كام؟ سالب واحد. سالب واحد، عشان مين اللي كسب؟ او. جميل جدا، يبقى الفرع ده سالب واحد. في مشكله لحد دلوقتي؟ لا. طيب هنقول بقى لو ايه؟ لو كان الاكس اسف، لو كان مين؟ مين اللي عليه الدور؟ او، صح؟ لو كان الاو ما لعبش هنا ولعب في الحته دي، في الجزئيه دي. طيب لما او يلعب في الحته دي يا شباب، اكس هيلعب فين؟ هيلعب في الحته دي. طيب هيوصلني للستيت دي، الستيت دي مالها؟ تيرمينال ولا مش تيرمينال؟ اكيد تيرمينال، بس تيرمينال من اي نوع؟ زيرو. ها يبقى يا شباب عندي فرع بالنسبه للعبه للستيت دي، عندي فرع هيوديني لسالب واحد وفرع يوديني لزيرو، تمام؟ دلوقتي انا اختار ايه؟ ها؟ سالب واحد. يبقى دلوقتي يا جماعه كاو عليه الدور هختار مين؟ سالب واحد، تمام؟ طيب جم جربوا بقى اخر مسار اللي هو المسار رقم ثلاثه. كل الكلام ده بالنسبه للاكس يعني، تمام؟ لو اكس اصلا كان من الاول لعب في الحته دي، كان ايه اللي حصل؟ اللي حصل والله كان اكس هيكسب، وكانت اكيد طبعا طالما هو كسب يبقى اليوتيليتي بتاعته هتبقى بكام؟ بتاعت اللعبه دي هتبقى بواحد. يبقى انا عندي مسار بواحد، مسار بسالب واحد، مسار بكام؟ ده كان بكام؟ كان بزيرو. خلاص؟ المسارات دي كلها قدام مين؟ مفروضة أو متاحة قدام مين يا شباب؟ حد يرد معايا؟ ها المسارات دي مسارات متاحة لمين؟ قدام الإكس. قدام الإكس. طب الإكس ده اللي بي ماكس ولا بي من؟ ماكس. بي ماكس، صح؟ فأكيد هيختار أنهي مسار؟ رقم 3. يبقى لما أنا أجي أختار المسار اللي أنا هلعب بيه، خلاص هختار المسار ده. يعني بالعقل كده يا شباب، يعني انا بلاير اكس وانا اللي عليا الدور والستيت بتاعتي عامله كده، مش احنا لو احنا اللي بنلعب يعني، ما احنا ما هو الاي اي بيحاكي الانسان، صح؟ انا عندي الستيت دي وانا اللي عليا الدور كاكس، هلعب فين؟ هلعب هنا. ليه؟ لما العب هنا هيبقى انا كده كسبت خلاص، يبقى دي المفروض ان انا اختارها.
انا بقول لك اللي المفروض الالجوريزم بتاع الميني ماكس تتبعه عشان تكسب في لعبه زي دي، لما هي يكون قدامها اللعبه دي او قدامها الاستيت دي، يبقى هتتبع او هتروح لانهي لعبه، اللعبه اللي هتخليه يكسب. ايه المعايير للالجوريزم بتاع المين ماكس تعملها عشان توصل للاستيت ديت؟ هي اللي انا قلت لك عليها، هي الطرق ان هو بيبدا ياخد ده لاخره، 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 عشان يبدأ يشوف أنهي مسار اللي المفروض هيسلك. خلاص يا شباب؟ طيب ايه اللي انتوا شايفينه يا شباب قدامك؟ حد يقدر يوصف الرسمه اللي قدامنا دي؟ ها، عندي سهم احمر نازل لتحت قيمته 5، سهم تاني قيمته 3، تمام، سهم تالت قيمته 9، وبناء على الثلاثه دول قمت انا اخترت التسعه. هل الكلام اللي مكتوب قدامنا ده له علاقة بالكلام اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شوية؟ حد كده يقدر يستنتج أي علاقة ما بين الكلام المكتوب ده أو الرسمة دي واللي احنا كنا بنقوله من شوية؟ عندي فرع 9، فرع 3، فرع 5، فأنا اخترت 9، يبقى ده إيه؟ هو بيختار الماكسيمم فاليو يعني؟ ماكس فاليو 9. الله ينور عليك. يبقى انا بختار ايه؟ عندي فروع، تمام، من جراف معين، وانا بختار الفرع الاكبر، يبقى انا ماكس، صح ولا مش صح؟ طيب جميل جدا. طب ايه رايكم في الرسمه دي؟ حد بقى يبدا يستنتج كده، السهم ده يا شباب لونه احمر واتجاهه لاسفل، لاسفل يعني بياخد الاصغر، اما السهم ده لونه اخضر واتجاهه الاعلى فبياخد الاكبر، وده نفس الكلام صح؟ طب الاحمر اللي الاسفل يبقى ده المفروض بيختار الاصغر، صح ولا مش صح؟ حد فاهم حاجه؟ طب دي تمثل ايه؟ تمثل ايه يا شباب ديات؟ تمثل ان الاحمر ده بيعمل من، عايز يمينيمايز، ده احد التو بليس، فيجي الدور على البلاي الثاني اللي هو عايز ايه؟ يماكس، فده يماكس من اللي موجود عنده في الليفل بتاعه، تمام؟ طيب يجي الدور على البلاير الثاني اللي هو عايز يعمل ايه؟ عايز يمينيمايز، صح؟ بعد ما ده يلعب اللي هيجي عليه الدور ماكسمايز اند سو اون. فهمنا بقى الادفرسيريال سيرش عامل ازاي؟ ان انت كل مره بلاير بيعايز يمينيمايز واللي بعده بيماكسمايز واللي بعده يعني هي بالتبادل، بلاير بلاير، بلاير عايز يماكس اللي بعده من نفس نرجع تاني للبلاير الاولاني عايز يماكس والبلاير الثاني عايز يمين. فهمتوا الكلام؟ يبقى انا دلوقتي عندي ايه؟ لو بدانا من الاسفل خالص كده، عندي مثلا البلاير اللي هو ده اللي هو بالاخضر ده، عنده مسار ممكن يتحرك فيه يديله سكور او يوتيليتي 5، ومسار يديله يوتيليتي 3، ومسار يديله يوتيليتي 9. اذا هو يختار انهي مسار يا شباب لو هو راجل بماكس؟ ها؟ 9. حد يرد معايا؟ 9، فعلا هو راح اختار 9. طيب عندي بلاير تاني اهو في نفس الليفل، عنده فرعين او يعني لعبتين ممكن يلعبها، لعبه هتخليه اليوتيليتي بتاعته 2، ولعبه اليوتيليتي بتاعته هتبقى كام؟ 8. بما ان هو بيماكس هيختار مين؟ 8. الثمانيه. الله ينور، يبقى الثمانيه طلعت هنا كده. البلاير ده اللي عليه اللي كان عليه الدور ده بيماكس، فخلاص طلع من الفرع ده 8 وطلع من الفرع ده 9. هيجي الدور بقى على البلاير اللي فوق اللي هو بيعمل ايه؟ اللي بيمينيمايز. البلاير ده عنده برانش كان هيوديه 8،
وبرانش هيوديه لتسعه، فهو بيمينيمايز فيختار مين؟ تمام يا شباب، يعني هي دي حاجه كده بتوصل لك الفكره بتاعت المين ماكس، ارجو ان هي تكون واضحه يعني. طيب حد عنده اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب هو بيقول لك المين ماكس، انت عندك جيفن ستيت اس الماكس، هو ده بيقول لك الخلاصه يعني الماكس بيبكس اكشن اي، تمام؟ اكشن ايه ان اكشنز، يعني بيختار، خلي بالك بيختار اكشن معين في مجموعه اكشنز اسمها اكشنز اوف اس ذات بروديوس، خلي بالك هايست فاليو، بيطلع ايه هايست فاليو، خلي بالك بقى من الجمله اللي جايه دي عشان ممكن تخليك تتلخبط، يعني ماكس فاليو اوف مين فاليو ريزلت اوف اس اوف ايه، حد فاهم دي معناها ايه؟ حد دي معناها ايه؟ حد عرفها يبقى فاهم كل اللي احنا قلناه. من الخطوة رغم من ماكس، نعم يختار الماكس من الخطوة اللي قبلها. الله ينور عليك، بما ان هو ماكس بيختار من الخطوة اللي قبلها، اكيد الخطوة اللي كانت ايه؟ كانت مينيمم. الله ينور عليكم، هو ده اللي الراجل عايز يقوله اهو. يعني لو رجعنا كده يا شباب في دي، لو رجعنا في دي خلاص، انا مثلا هنا 8 ده بيختار ايه؟ اختار المينيمم. المينيمم من ايه؟ ها من الماكس، المينيمم من الماكس دول صح. طيب الاثنين دول كانوا ايه بيختاروا ايه؟ هنا قبل كده ماكس بيختاروا ماكسيمم، يبقى بالعكس، والعكس بالعكس يظهر، يعني يبقى اللي هنا بيختار مينيمم من اثنين، فالاثنين اللي هو بيختار منهم المينيمم كان هم الماكسيمم بتوع واحده ثانيه، بتوع لاعب تاني. فنفس الكلام بس بالعكس بقى، فما بيجي هنا يقول لك ايه؟ بيجي هنا بيقول لك الماكس بيختار اكشن من مجموعه اكشنز اللي هتطلع له ايه؟ اللي هتطلع له اعلى قيمه. اعلى قيمه من ايه؟ من اقل قيم كانت جايه من البلاير اللي قبل. بص بقى شوف الكلام، بالنسبه بقى للمن، فالمن بيجيب لك الاكشن ايه؟ من مجموعه اكشنز اللي هو المفروض يكون السمولست فاليو بتاع الاكشنز المتاحه دي جاي من ماكس في ريزلت اس او في، نفس الكلام بالظبط. لو حد مش فاهم دي يسأل. طيب تمام، وصلت كده الفكره يا شباب؟ طيب هنا بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك حاجه اسمها السودو كود او الخلاصه بتاعت المين ماكس. فبيقول لك المين ماكس هو عباره عن تو فانكشنز، فانكشن اسمها ماكس فاليو، وفانكشن ثانيه هتيجي في السلايد اللي بعد كده اسمها مين فاليو. فهو بيقول لك الفانكشن اللي اسمها ماكس فاليو، طبعا الجيفن او الاتريبيوت اللي انا ببصه لها الستيت، الستيت الحاليه. بصوا بقى شوف بيعمل ايه في الكود. ده بيسموه يا شباب سودو كود. دي حاجه كده قبل ما تبدا تترجم اي فانكشن او اي حاجه الكود بتحطها في سودو كود. سودو كود ده يعني كانه كود بس مش بلغه برمجه معينه، باللغه الانجليزيه العاديه. فبيقول لك الماكس فاليو لو انا اديت لها ستيت معينه هتعمل ايه؟ قال لك اول حاجه هتاخد الستيت دي وتروح تختبرها بالفانكشن اللي اسمها التيرمينال. لو حد فاكر تيرمينال كده يقول لي كانت بتعمل ايه؟ حد فاكر فانكشن تيرمينال كانت بتريترن ايه؟ فولس او ترو. الله ينور عليكم، بترجع يا اما ترو يا اما ايه؟ يا اما فولس. يعني لو الستيت دي تيرمينال حاجه نهائيه خلاص هتطلع لك ترو، لو مش نهائيه هتطلع لك ايه؟ فولس. جميل؟ فهو اول حاجه بيختبرها على الستيت اللي هو معاه، هل دي فاينل ستيت او تيرمينال ستيت ولا لا؟ طيب لو الشرط ده اتحقق يا شباب، يعني هي فعلا تيرمينال ستيت دايركت، هيروح يجري على مين؟
على اليوتيليتي فانكشن. على مين؟ على اليوتيليتي فانكشن. يبقى اصلها ايه؟ حد يقول معايا؟ ايه؟ ها؟ يبقى اصلها الستيت اللي هو فيه، عشان هي ترجع له مين؟ اليوتيليتي. بما انها يا شباب، بما انها تيرمينال ستيت، يبقى التيرمينال ديت بالنسبه للكيس بتاعتنا يعني حاجه من ثلاثه، يا سالب واحد يا زيرو يا واحد، صح ولا مش صح؟ طيب، طيب لو انا مش تيرمينال ستيت ايه اللي هيحصل؟ قالك والله هيبقى عندي بقى ايه، هحط لك حاجه قيمه اسمها v، متغير اسمه v، حط قيمته بسالب ما لا نهايه. طيب يبقى احنا دلوقتي الكيس اللي فوق دي لو انا تيرمينال ستيت. طب لو انا مش تيرمينال ستيت، قالك بص يا سيدي، هيحط لك قيمة، أصغر قيمة ممكن تتخيلها في حياتك إيه؟ سالب ما لا نهاية. أصغر قيمة ممكن تتخيلها أو متغير ياخدها هي سالب ما لا نهاية. فأقول لك أنا أحط لك سالب ما لا نهاية. وبعدين أقول لك إيه بقى؟ هقول لك فور لوب. الفور لوب دي هعمل فيها إيه؟ الفور لوب دي هاخد، فاكرين لما كنا بنقول فور إيتش؟ فاكرين لما كنا بنقول في البرمجة في البايثون فور أي إن إيه؟ فاي بياخد ايه؟ بياخد ايتم ايتم من بتوع ايه؟ نفس الكلام. هنا بيقول لك فور اكشن، اكشن ده متغير. ان ايه؟ موجود في ايه الايه ده؟ قال لك موجود في مجموعه، ها؟ حد فاكر ولا ايه؟ مجموعه اكشنز. ماشي؟ جيفن معاك مين؟ الستيت. يعني انت عندك ستيت معينه، عندك مجموعه اكشنز افيلبل. فبقول لك لكل اكشن منهم، معلش بعد اذنك، هات لي ماكسيمم ما بين ال V اللي انا قايل لك بسالب ما لا نهايه دي، اصغر حاجه ديت، والمين فاليو بتاع الريزلت ستيت اكشن. يعني ايه؟ انت جاي لك مينيمم من البلاير اللي قبلك، شوف مين فيهم المينيمم ده ولا سالب ما لا نهايه، انهم فيهم الاصغر. طبعا هي سالب ما لا نهايه في اول ستيت، انما لما الفور لوب تبدا تشتغل ويتريت، فكل مره هياخد لك ال V اللي هي طبعا هي اول مره بس اللي بتجيب سالب ما لا نهايه، بعد كده كل مره بيقرر